السلام عليكم ومرحبا بكم الناس الكل، معكم شيف وفيق. اليوم مش نعملوا وصفة، مش نعملوا شربة بامكين قرع أحمر ومعها ميت بول محشية بالزيتون. شوفوا الوصفة توتو. في طنجرة نسخنوا الزيت، نحطوا البصل ونزيدوا القرع الأحمر، نحطوا الملح والفلفل الأكحل، ونزيدوا الثوم، ونزيدوا الجينجر، ونخلطوا كل شيء، ونزيدوا شوية الفيجيتابل ستوك، ونغطيه ونخليوها تغلي. في بولة ناخذوا الدجاج مع الملح والفلفل الأكحل وزيت الزيتون وشوية ماء، ونخلطوا كل شيء مع بعض. نحضروا الكويرات متاع الدجاج وفي وسطهم كعبة زيتون كحلة. نسخنوا الحليب ونحطوا فيها تشيكن بولز يغلي وتطبخ. فن نرحيو الشربة، نزيدو شوية حليب، ومن بعد في الصحن نحطو تشيكن بولز ونزيدو عليها شربة القرع، وناخذوا الحليب نعملوا شوية فوم ولا كشكوشة ونحطوها فوق الشربة، ونزيدوا عليها شوية فلفل أحمر، ونزيدوا عليها شوية كورياندر مقصوص جويد بالشفاء. ولهنا شربة القرعة متاعنا، شفنا كيفاش عملناها سهلة، الميت بول مع الزيتون. إن شاء الله يكون مش ميت بول، تشيكن بولز مع الزيتون. إن شاء الله تكون عجبتكم. كان معكم شيف وفير. طيبوا وتفنوا واستحفظوا على صحتكم. باي باي.